اكيد يعني التوقيت الصيفي يعني بيتم الواحد نشط وهذا، اما بالشتاء بيتم الواحد متنبل ما بحبش يخرج من الدار وهذا. الصيفي احسن لما نشتري حمل الخضره، الصيف بنطلع للمغرب يعني للساعه 7، للشتاء على 4 على 5 بكون مخلص، فيش ناس بتصير بالشوارع، احسن الصيفي احنا بنفضل. الصيفي طبعا احنا الكزلان بجوز ما بتفرق معنا صيف وشتوي، بس هي بتفرق اكثر شيء لاهل الستات البيوت يعني عفوا للمدارس وللموظفين، تفرق الموظف موظف بينزل قبل بساعه يصير زيد ساعه، يعني بنام له زياده ساعه صارت، والنسوه بتحسب الولد بحسب بدل بنزل على السبعه بنزل على الثمانيه، يعني بتفرق مع الطلاب بتفرق مع ستات البيوت بتفرق مع الموظف، بس كعامل ما بتفرق معه. والله بنفضل التوقيت الصيفي عن الشتوي، بحر النهار بيكون مجال النهار اوسع، ساعات العمل بتكون متوفره اكثر، نقاها اكثر برضه. الصيفي والشتوي بس بوقته، احنا مش مدن صناعيه زي الصين ولا الدول العظمى، احنا منيح هاي التوقيت الصيفي للموظف، احنا عمال بننزل بدري وبنروح متاخرين، فهلا لازم يعملوا التوقيت الصيفي من قبل شهر. ليه؟ لانه بفيق الطالب الصبح عتمه بده يروح على مدرسته، بده يروح هون. والله انا بفضل التوقيت الشتوي، اول اشي لانه بتروح من الشغل بدري، ثاني اشي معك الليل طويل، الواحد باخذ راحته بالليل، مش زي الصيف، اختلاف كبير بين الصيف والشتوي. الصيف هيك البني ادم بحسه يعني انه طويل النهار، في معه كثير مجالات، بينما توقيت الشتوي على بقول البني ادم شغله بجوز الوقت ضئيل النهار، الدنيا بتعتمك اكثر من يعني قليل جدا انه البني ادم بصير عنده وقت فراغ. بينما الصيف طويل النهار بيقضي عدة أشغال وأعماله روحات مشاويره، بيكون أفضل كل بني آدم برضه بهوا شغله.